بقى من بعيد مفيش دعوه يعني بالموضوع بتابع خالص. كده من بعيد بشوف. وده جايب نتيجه؟ جايب كويس. نتيجه بس هي يعني الدربكه اللي حاصله واللخبطه بتاعت السنه بتاعت كورونا دي هي اللي خلت النتيجه الهايله اللي انا سالتك متعوده المره اللي عليها. فاتت لما نورتيني وبسالك المره دي تاني، تنزليه مدرسه عادي ولا لا؟ لا ما تنزلوش مدرسه هو ما عادي. شافش مدرسه السنه دي، انا اتحرك المره اللي فاتت. لا انا بتكلم في الظروف دلوقتي. لا ينزل امتحانات، يعني انت لسه على مبدأك. هبقى مضطره انه اوكي ينزل امتحان كام يوم امتحانات انا يعني هبقى موافقه لان دي حاجه ضروريه كويس. وهتبقى فيها كل الاجراءات المظبوطه عشان نامن نفسنا. ينزل مدرسه عادي ولا أنا لا؟ لو انت لو يعني هو دلوقتي احنا عندنا مثلا انه في اضطرار رقم 3 دلوقتي ابتداء من 14 مارس 21 وتشغيل مجموعات التقويه، الغياب اختياري يقتضي اقرار رسمي من ولي الامر في الاداره التعليميه. لو انت قدامك الحل ده هتختاري يروح ولا انا هعمل الغياب كده. الاختياري يقتضي اقرار رسمي. انا هقول له روح اول يومين ثلاثه كده والماده اللي تحس فيها ان انت مستوعب او كده يبقى دي مثلا نشوفها يوم ايه وننزل فيها. يعني هقول اعمل استخدم ذكائي في الحته دي. يعني هتعملي نظام الهايبرد؟ يحضر يعني شويه وما يحضرش شويه؟ لا يعني انا هقول له مثلا بيقول لي مثلا النهارده مهم، لا ده النهارده المستر بيشرح حلو، فاقول له خلاص مثلا انا اعرف مدرسه اليوم مثلا انزله. انا اعرف مدرسه كانت ممشيه نظام اسبوع واسبوع. احنا عندنا كان يومين ثلاثه وبعد ما مشوا نظام اسبوع واسبوع لقوا حالات زادت فقفلوا الموضوع. بعد كده رجعوا تاني، لما رجعوا تاني لقوا انه الاونلاين احسن لان هم لموا العيال كلهم في فصل واحد. تخيل حضرتك انا لما بشوف ابني اونلاين بلاقيه حاطط طبعا سماعات بقول له يا ابني انت فاهم؟ لا لا ممكن لا لا والله هي مشكله يا جماعه، مشكله عندنا والله، مشكله عندنا. اديني فرصه اضيف لك اضافه اجمل بقى. ان انا مره دخلت عليه لقيته حاطط السماعات ونايم. طب انا ابويا دخل عليا قبل كده، انا ابويا انا ما كانش عندي انترنت طبعا، انا ابويا دخل عليا قبل كده فلقاني حاطط لغز في كتاب التاريخ. يعني قصدي هي دي نفس الحاجه اللي بتاعت زمان. قصدي اقول لك انه ده طبيعي انه يحصل وضروره اشرافنا عليه ان احنا نقلله. لا مش اشرافنا، هو عشان هو مش بيتفاعل، هو بيسمع وتيره واحده كده. مش فارقه بقى فكرة، لازم هي فكره ينام. هي فكره انه الواحد يبقى داخل في الموضوع. بيتهيألي انا هنا بتكلم كأب والله مش كمذيع، يعني فكره الواحد يبقى داخل في الموضوع ومقرر انه ما هو كتاب التاريخ وجواه اللغز زيه السماعه فيها الاغنيه. طبعا رقبه الضمير بقى. فانت بقى هتراقبي ولا مش هتراقبي؟ لا احنا مصحينهم بدري حضرتك. فطبعا هو في اجازه، يعتبر في اجازه، هو معتبر نفسه في اجازه. طيب. لما يصحى بدري ما يقصدش ان يحضر اونلاين بيبقى نايم على نفسه. لا الصراحه الامهات ربنا يكون ظبطوها في ظبطوها في التطبيقات في قاعدين اشراف. السنه اللي فاتت كان الكلام ده بيحصل، السنه دي ما بقاش يحصل. قال بقى لازم يعملوا مش عارف حاجه كده معينه على الابلكيشن فيبقوا اكنهم مضوا حضور وموجودين طول الوقت. طب احنا بنتكلم